وهلا اجى دورنا يا ميماتي. بيدور بيدور واخرته على دكان الفرو. هلا هيك بيعملوا رجال اثنين على واحد يا حيف. يا عيني شوفوا مين عم يحكي، هلا صار قاتل الاطفال رجال. بتمد ايدك على النسوان. إرسوي، شو ما سألتك أكيد ما راح تجاوبني. سأل لجاوبك. وليش لا أسألك؟ شو ما صار راح يجوا كلابك ويدوروا علي، وأنا راح أقتل هدول الكلاب. فعن شو بدي أسألك؟ دخيلك معلم، هيك راح يموت؟ لا يا ميماتي، ما راح يموت قبل ما كسر له 300 عظمية اللي عنده. قوم ولا قوم؟ بدك تقوم مشان نخلص عليك؟ بهاي اليد قتلت علوش؟ بهاي اليد؟ انت يا مجرم، انت اللي قوصت ابي وامي. امي ما عادت تقدر توقف على رجليها وانت بدك توقف بعدين؟ لا تصفر، خلينا نعرف شو عم يصير. عم حاول غطي على الصوت. لا تغطي. لك صار لنا زمان بدنا نسمع هالصوت بقى. لا تغطي. ما مات ما هيك يا ميماتي؟ لا ما مات. انت شاهد، هي وفيت بوعدي وما قتلته. انا بشهد معلم، هو يلي قتل حاله. الله لا يردك. ما
الأسف ما قدرنا نمسكه، رمح حاله من الشباك. شو هالبهدلة هي؟ فعلا بهدلة يا سيد فريد، كنا شخصين وما قدرنا نمسكه. لك يا عيب الشوم علينا. بتبلغوني بكل مكان بتروحوا عليه. نحن باسطنبول صار عندك خبر.